اليوم الرحلة إلى قرية بين الجبال في عمان. قررت أتوقف عن الركض والنهم في سباق الحياة وأروح هايك بسيط إلى قرية وكان، ومن هنا كانت نقطة البداية للهايك. بس قبل تحركت من مسقط إلى نخل ما يقارب 100 كيلومتر. صباحو، I'm so happy. مرة ثانية رجعت الهايك. ليش يرموا أغراضهم؟ بمر على هذا القرية اللي هي تحت سفح وكان، بعدين نطلع على فوق هناك. عادي اللي بغيت أجلس فيها اليوم شوية، ما أعرف if I will camp ولا أنزل نفس اليوم. يعني جبت العدة بس بشوف كيف. يا القرية جميلة جدا، يعني يمكن شفت تغطيات بس ما أشبع. تقريبا كل سنة أروح لها مرتين أو مرة، أكثر شيء مرتين، في الربيع وفي الخريف. شوف الجديد، فأنا أحب هذا اللي بس ما حصل يوم ثاني، وفيه تنزيلات. شوف هذا القرية اللي على سفح الجبل، ما أعرف الصراحة شو اسمها، بس ما هي القرية اللي أنا بروح لها. ولكن هي شوز هذا الافتتاحية مالته، ما قد عاجبني هذاك البيت اللي هناك، حس عنده فيو جميل. هذاك العامل راح من هناك. هاي جوت، هذا بعده بس في السفح كده. كيف بعد 3 كيلو؟ سبحان الله، أجواء القرى غير تماما، هدوء. الحين هنا كاتبين قرية وكان، تقول ذوي من الشارع. هنا كان في باب. يعني بس هذاك يمكن 450 متر. حاسة تعبانة الحين، الساعة 7:15 تقريبا، 7:15. أهم شيء ما تطلع الشمس. كنت هناك تحت، الحين أتوقع 600 متر. ما زين زين، هذا الشوز الجديد. تذكر الشوز الماضي راح فيها في كشمير، تخليت عنه. الحين جبت واحد يشبه بس اللون مختلف شوية، نوت ماي كلر لكن نفس النوع، يعني نفس تشكيله. ويكم شي، يعني هو بالسيارة 3 minutes،
لكن برجو لي انا اتوقع 40 minutes روحتي all the way هنا، المفروض 3 minutes بس. ايوه by walking 31، انا يمكن 10 دقائق يعني بالمشي 31 دقيقة لحد هنا نقطة التخييم، بس انا اتوقع باخذ اكثر من 45 دقيقة لانه الفتنس مالتي تعبانة هذه الفترة. سبحان الله تمشي وحدك لا يكمل شيء، it's much better than the groups. اوكي المجموعات يعني سيفتي وكذا، لكن تمشي وحدك تخليك يعني تفكر، مع ان انا قاس امشي مع الكاميرا بس it's much much better، يعني بحسن احسن بكثير انك تمشي مع جروب. ما اعرف يمكن كل حد واختياراته، هذه ما سيداف ريانة من التراب مسكينة ما في مجال تتنفس أكسجين. يلا الحين بكمل هنشوفكم بعد 1 كيلو. الشمس بدت شوية تطلع، ما في سحب اليوم، المشي في الصباح كان من أجمل العادات اللي اكتسبتها، والمشي خاصة في طرقات الطبيعة، وكما يقول أرسطو إذا كان طريق ما أفضل من آخر فتذكر أنه طريق الطبيعة. هاي شوف كيف الهايكينج، يس 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 رشاقة ما طبيعية. باي 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 يا تهلقوتات، الماعز الجميلة. هاي هاو ار يو، لا اريد ان اتحدث اليك. المهم كاتبينها ان خلي الكاميرا اصور وارجع اشيلها، يعني متعب. هاي جوت، اتوقع هذيك اللي هي الفيلج، هي تبين قريب بس زقزاق الشارع، الزقزاق هذا مع الارتفاع يخليه من المستحيلات، ما مستحيل طبعا مستحيل، مسار يومي يعني يعتبر حق بعض الناس. قيل في العزلة أنها زاوية صغيرة يقف فيها المرء أمام عقله، حيث لا مفر من المواجهة. خيان القرية الجميلة،
هذا شكل الرمان. وهذه وكان الساحرة. شايفين هناك هذيك أشجار العنب؟ هذه عنده بعد. هذه القرية الأولى، بس بعدنا ما طلعت فوق. من فوق في استراحات، في أشياء. هذا العنب، هذا شجر الخوخ، بس الحين ما الموسم طبعا. شوف ما شاء الله في الخريف كيف يصير لونه. وهذا الخوخ طبعا في الربيع يصير كامل ورود. ما في أحلى من هذا المنظر والهدوء والسكينة والتأمل في خلق الله.
ومثل ما يقول كم شمس الدين التبريزي، نحن لا نحتاج إلى الفرح بقدر ما نحتاج للسكينة. الحين خلصت فطرت، وهذاك القرية الثانية اللي هي قرية الكورة، كرة القدم أو الكورة. فكنت بطريقة هناك فوق هذه البركة اللي يأخذ منها الماء حق الزراعة. شايفين هناك هذه قرية الكورة تحت، بروح من هناك بعدين بنزل لها كذا. قرية جميلة بعد، تستاهل، تستحق الزيارة. أتوقع الفيديو خلاص بيكون طول 15 دقيقة. فيا see you and enjoy. وكذا أكون خلصت موعدي مع نفسي لهذا اليوم في هذا القرية. أتمنى تكون عجبتكم القرية والهايك. نشوفكم إن شاء الله في هايكات وقرى جديدة. باي باي، مع السلامة. We'll be right back.